من سنتين ما كانش الوضع كده. ساحة مصر لو يعني لو صح التعبير يعني هي يعني ملتقى قارات العالم، ودايما بيتقال عليها بلكونة العالم. دي كانت في الأصل جنينة اسمها حديقة التاريخ، مبادرة السيد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد حدائق بالأسوار، فبدأ بحديقة التاريخ واتحولت لساحة مصر اللاندسكيب والخضرة والمتنزه اللي بقى يعني قبلة لكل أبناء محافظة بورسعيد. كل السياحة الداخلية والرحلات اللي بقت بكثافة من ساعة التطوير اللي مستمر في كل أحياء بورسعيد، ساحة مصر بقت جاذبة لأبناء بورسعيد من الداخل ومن الخارج. طبعا الاهتمام بيها كان لازم يبقى على أعلى مستوى من ناحية النظافة والأمن، لأن هي بقت يعني مكدسة بالمواطنين للوسع والأماكن الترفيه. فباستمرار في شركة أمن جوه الساحة، في شركة نظافة على مدار الساعة، بحيث إن المواطن يبقى قاعد مقضي وقت كويس ومع أسرته وأولاده ويطلع مبسوط من المكان. لا ما شاء الله بقى جميل جدا من بعد التطورات الأخيرة اللي حصلت هنا في المكان. بصراحة زي ما أنت شايف بقى جميل جدا كده، ودايما في الأجازات تلاقيه ما فيش مكان كده، الناس كلها بتيجي. هو بصراحة يعني المكان بقى مكان سياحي جدا فوق مما تتخيل، بقى ما شاء الله مكان روعة الروعة. وغير كده ولا كده يعني أي حاجة للناس اللي مثلا مش متيسرة مادية، فمكان ترفيهي للأطفال بحيث إن هو مثلا ما بيدفعش حاجة، بيقعد براحته ما حدش بيقول له أي حاجة بتاع. احنا اتفقنا النهاردة اللي احنا ايه نيجي نقعد ونجيب الأولاد عشان يلعبوا، لأنها مكان واسع وسهل السكيت، ودايما في حفلات هنا بتتعمل، والمنظر هنا عموما حلو وجميل للقعدة وهوا، واحنا جايين من بورفؤاد أصلا، فكمان منظر المعدية والمجيف في الوقت ده منظر حلو جدا.